والله طبعا الكاتب محمد صداف مبروك الظلم ده. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بيكم. يعني نقول مغامره منك كده اللي انت تكتب روايه لنجيب محفوظ. نعم، هي طبعا مغامره وفي نفس الوقت مش مغامره، يعني انا ببقى عارف انا بعمل ايه او بكتب ايه، لكن هي المغامره في حته ان ايه الناس هتبتدي تستقبل ده ازاي وتستوعبه ازاي، هل زي ما الانسان قاصد ولا مش هيبقى واصل. لكن الحمد لله بعد التجربه وبعد العرض في اسكندريه ونجاح العمل، فحسيت قد ايه الناس كانت متشوقه ولاعمال زي كده، يعني اعمال مسرحيه تكون جاده وتكون بتقول كلمه وتوصل رساله. اختيارك برضه للروايه، اشمعنى الروايه دي بالذات اللي انت روايه زوايا المداء انا قريتها على مدار اعوام، يعني مثلا سنه وبعدين اقعد سنتين واقراها حاجات كده يعني، لكن فجاه كده حسيت ان هي مسرح، ان ممكن اعملها مسرح بشكل معين. ففي اللحظه دي فعلا شرعت وبدات في كتابه العمل، وعملنا خطه عمل انا والمخرج الدكتور عادل عبده، وقعدنا اشتغلنا عليها، وبعد كده بدانا نشوف بقى بقيه الكاست، بدانا نشوف الاستاذ احمد محيي الملحن على اساس ان هو يبتدي معانا في التلحين، وعمل حاجات هايله جدا جدا جدا، وقد ايه جديده، وقد ايه ان انت تيجي تتفرج على موضوع وتحس ان انت داخل تتفرج على روايه من الاربعينات، فجاه تلاقي نفسك بتتفرج على روايه معموله 2021، والمزيكا مختلفه وحديثه، والممثلين الشخصيات نفسها بتقول حاجات انت حاسسها وانت قاعد كمشاهد. فالحقيقه يعني موضوع مختلف. يعني اربعينات 2021، يعني فرق حوالي 80 سنه، ازاي بقى التحول ده كله؟ ببساطه انا تخيلت ان انا جبت الشخصيات وحطيتهم في مسرح البالون، فيعملوا ايه؟ طبعا بداوا يتفاعلوا، يعني لان النهارده احنا بنعيش حياه، بنعيش ظروف، لينا بعض المشاكل بتاعتنا، لينا بعض الهموم بتاعتنا، فما كانش المسرح يقول ده يبقى انا بقدمه ليه؟ انت ما كنتش تحس باللي بيقوله الممثل، الجمل اللي بيقولها، انت داخل ليه؟ لازم ان انت تسعد، ولازم ان انت تتفاعل، ولازم تحس. دي امور مهمه جدا 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 للمسرح، والا هيفقد المسرح معناه. كلمني شويه برضو عن الكواليس. كان حد من الابطال ليه تعديل على حاجه؟ الدكتور عادل عبده تعديل على حاجه من روايه، يعني كان في اختلافات بينكم وجهات نظر؟ كلمني برضو، اكيد كان في تشابه. والله انا والدكتور عادل احنا في بينا التفاهم، في بينا ارتباط وتفاهم فني، يعني تقريبا احنا ما كناش بنختلف مع بعض، لكن كنا بنتناقش، كنا بنتحاور عشان في النهاية نوصل لوجهة نظر واحدة. تقريبا احنا ما كانش في بيننا اي خلافات خالص على مدار العرض. الممثلين كانوا ممكن يسألوا عن حاجات تبقى مش واضحة، حاجات بين السطور، انا كان دوري ان انا اوضحها يعني بالنسبة لهم، لكن تقريبا ما فيش حاجة اتغيرت في النص، يعني من اول ان احنا ما بدأنا، من اول ما اشتغلوا كان كل واحد مقتنع باللي هو بيعمله، مقتنع باللي هو بيقوله، مقتنع بدوره، وبيحاول ان هو يوصل ويشتغل عليه ويشتغل على نفسه عشان يوصل الاحساس. والموضوع خد وقته الكفاية في الكتابة، فعشان كده لما طلع ما كانش فيه حاجات ناقصة، لكن وانت بتتفرج بعد ما بيطلع العرض فجأة انت بتحس ان المسألة هنا والله في تطويل شوية، بتبتدي تختصر عشان الزمن، عشان الوقت، عشان برضو احنا بنحرص على ان المشاهد ما يقعدش اكتر من ساعتين ونص او ثلاث ساعات في المسرح، هي دي بس المسألة. شكرا. العفو فندم، اهلا وسهلا بيك. شكرا.